قمر يا اخواتي، قمر قمر مانيكان، ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما، بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا تحفه، ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى، ده يبقى سكسي قوي قوي قوي، والعريس ايه يجيله هوس. الله 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 الله، هو حد قال لك يا هاني من الزفه على البلاج؟ مالك يا بيبي، في ايه؟ بيبي دي بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم، ردي يا حاج، بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي، الجوازه دي تمت لما عديتي على الجهاز، عديتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي، ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني، انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني؟ لا لا لا، جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه دي، احنا بنتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي، الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده، انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي سكي حاجه بعد اذنك. هات شوفي بقى، بصراحه يا بنت الناس انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله للعريس؟ لو ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليك انت اون ذا سايد يا حاجه، وانت بالنسبه لك لو كات مين. الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو، انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله يعني، عرض مستمر. وانت جاي تطوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا والله. ايه يا حبيبتي ومصحف؟ لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس، كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع لما تبنا الى الله يا ماما، تبنا الى الله. الله العظيم يا رب. اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي، نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ مفاجأة تستاهل بقك بالنبي. ايه؟ بص يا نهار ازرق، انت ايه اللي خلقت لي الشمس؟ انا جريني جريني جريني. وحكايه مع كل الدايه. هنا معاك يا ابو، ايه
شربت ودول احلى وقت من المعلم ورجعت سابك وسمعني انت عشان ايه المناظر دي انت تعرفه؟ اه طبعا ده المعلم سيد ورور والمعلم مرجان سمك. وانت تعرف الاشكال دي منين؟ اشكال ايه؟ دول اهل حته القدام وجايين يوجبوا معايا. وايه النتايه دي اللي هو بيقولها؟ وانت الاشاره عندك ما لقطتش الا دي. سترك يا كريم. العب يا ورور. رسنا بالظبط انت رايز الله يخرب بيتك. سدع سدع سدع. احلى واجب لاحلى حبيب. انت الدخول يلا يلا بيتك بيتك بيتك. انت بيت الدخول. سكرة. لا وايه حنين ورقيق وبصراحه ربنا بقى ادب واخلاق مفيش بعد كده. اداني مغامرات كشايب. انا عارفه ازاي الرجاله بيامنوا على ستاتهم. لا انا ليا معايا 4 سنين ما رفعش عينه فيا. نفوخي يا وحشي يابا يا عظم اللي مفشفش ومكسر يا عيلة واطية وعاملين اللي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي دي كانت جوازة سودة. خلاص بقى انا دماغي صدعت ودي وجعتني والتلك كمان خلص. قومي يا بنت قومي يا بنت انا عظم مفشفش. حرام عليكي حرام عليكي. انت مش كفاية ما تصورتش بالفستان. ما تصورتش ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع اهل العروسه؟ علاواتيا وبنت على حقيقتها. طب كان زمان عزمنا لولا القبطان زغر لنا بعينيه كنا قلبناها دلمة. بس احنا امنناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا من ناحيه امنتونا اهو واضح امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهارده انا مش قادره اروح خالص. نبعت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه قلت لك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين ده كمان. يعني هيكون راح فين تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا أبلة اخوكي ده طلع ذكر لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. شاطر. شفته من بعيد ماشي وحيد سعر بعيني يعطي الوعيد. مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. شد لها الكاس وارمي ورا ظهرك وانسى. ما بلاش جو الافلام القديمه اللي انت عايش فيه ده.